صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن المسلم لا يجوز له نكاح الكافرة، فكيف نجمع بين هذا وبين أن نوح ولوط عليهما السلام تزوجا كافرتين؟ هذا من شرع من قبلنا يا أخي، هذا شرع من قبلنا ونحن حرم علينا هذا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا شرعنا. نعم.